طاقة، عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصداقة، بس كثر القلق والهم خر الشباب البوم بوم بوم بوم. شباب البوم يا ضحكة والبسمة دايما مرسومة على هالشفاه، نرمي كل حاجة تضرنا ورا ظهورنا وما ننساه. شباب البوم دايما للطاقة هم عنوان للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. احنا شباب البوم. الفحوصات تبين ان حاله الاغماء اللي جات لك دي نتيجه الضحك بتاع الفتره اللي فاتت، ولولا ستر ربنا كان ممكن يتوقف القلب او يحصل وفاه. يعني دكتور ما راح اقدر اضحك مره ثانيه نهائيا، انا مدمن توك توك يا دكتور على طول على طول. لا انسى بقى الضحك ده خالص ونقلب بقى ونتشقلب على الحزن. خش بقى على الحزن، خش على السواد، خش على التعاسه، خش على الاخبار الوحشه، عاشر الناس اللي دمها تقيل التعيسة الكئيبة. قدام الناس الكئيبة هاي حطني سنابك ورغم خليني اتواصل معك على طول. يوه ادواته يا اخي، يلا اتمنى لك الشفاء ان شاء الله. روح الله لا يوفقك ان شاء الله على الاخبار هذه، يعني ما اقدر اضحك نهائيا خلاص. سلامات يا حبيبي، طهور يا سيدي وتاج راسي انت. انت السبب، اكيد انت اللي ضحكته. اطلع برا سيكيورتي. دكتور ما هو فيه بهستاني، ما هو فيه. خد الراجل ده واطلع برا. احسن ما هو سوا، طلع الراجل ده برا. هيا قبل اما انا ايش بويا تكفى. اقول لك امشي زنبي يا جماعه، امشي زنبي، اما انا امشي انا كمان كنكا امشي. مالك تتبرجم؟ عسى ما هو تشاء. اه فهمت عليك، عسى شباك تورد. انت اللي ضحكته؟ يا ابن الحلال فر عني، انا ما ضحكته ولا شيء. هو اللي اطلع برا، اطلع برا. الو ايوه حبيبتي، ايوه لسه في المستشفى. الورد ماله؟ مش عايزه؟ طب يا حبيبتي خلاص جبت لك احلى بوكيه ورد في الدنيا، لا احلى ذوق. بس ما تنسانيش بقى في الملوخيه والكوارع والحاجات دي. ها اوكي يلا سلام. يلا بقى. تفضل طال عمرك. مشكور وما قصرت. وابو نواف طال عمرك ما يبي اي موظف في مسمى مضحكاتي علشان صحته بس. وانا ما اعطيت ال 500 حقتي. سموحه طال عمرك ما انتبهت لك، وانت ليش 500؟ 50 كاف بس تستاهل. فعن اللي اقوله لا تشخصوا الموضوع يا جماعه، الموضوع خطر كبير على صحه ابو نواف. مين قال لك انه احنا مضرين للصحه له؟ شايفني جراك وهذا معسل؟ وهو قال لي بالذات جراك والمعسل ما ابي اشوف رقعه وجيهم علشان صحته بس. يلا فهم الله. حبيبي انت فين رايح؟ لازم تديني شهاده خبره على الاقل اتوظف فيها مضحكاتي عند اي قصر. اعطيك شهاده خبره انت وياه. يلا بابا اشحن سيارتك وروح بيتكم. يلا يلا توكل على الله. يلا
الحين عزوز ليه ما يقط معنا بالاستراحة؟ يا أخي استح على وجهك، عزوز ما يجي إلا مرة بالأسبوع، تبيه يقط بعد؟ هو اللي مفروض يستح على وجهه، وإذا يجي مرة بالأسبوع على الأقل جمعوا كرتهم ماء، سكر، شاهي، مو بيجي دود لديه؟ هو صادق، مدام ما يدخل استراحة يقط زينا زيه. أهو في أحد قال قطة؟ أهو قطتي 500 ريال، مع إنه ما أظن في أحد يأخذ قطة من واحد مفصول من دوامه. أقول لا يكثر، هات القطة. لا تدف ها؟ أقول يا كفتة، أنت دفعت على القطة؟ أنا أدفع أقساط كل شهر 700 ريال. إيش أنت مطلع كسر؟ أقول قم سوي شاي أسود تلقيمة زي قلبك الأسود. سم طال عمرك ناديتني؟ ما يصير الحكي هذا، ما يصير يا جوهر، قاعد طول الوقت بروحي. لا طال عمرك انا واقف برا علشان خاطرك، ما ابي اي متطفل يجي يقط لك نكته يضحكك تروح من كيسنا. طال عمرك شوف ربعك كلهم راحوا، انا ما ارضى عليك. طال عمرك انا احبك. جوهر لا تسوي جو الحزن والدراما وانك خايف علي. يا ابن الحلال خلصني، الله يرحم والديك. شوف ترى شوف غير. فطال عمرك تشوف غيري؟ يعني خلاص تبي تفصلني؟ ماني فاصلك، بس انت فصلت مضحكاتية وما جبت غيرهم معزناتية. وين معزناتية؟ ابشر طال عمرك، يومين ثلاثة اسوي لك احلى اعلان واجيب لك المحزناتية. لا لا لا، ما في يومين ولا ثلاث، اليوم تدبر محزناتية ولا ترى ارجع الكويت. لا لا طال عمرك ليش ترجع الكويت؟ اليوم يعني اليوم، تحت امرك. يلا فارج. تحت امرك. السلام عليكم. يا عيال ايش الطفش ده؟ ايش تبغى انا اسوي لك؟ ضحك العيال طفشانين. اضحكهم؟ ايش شايفني؟ مضحكاتي. اجل ايش شايفينك؟ وكيل وزاره مثلا؟ وصاد ورا ما تمارس عملك بذا. يلا ابدا، يلا اقول لك يلا ابدا. الو ايه يا جوهر؟ تكفى يا عزوزه بفزعتك، انا طالبك ابي لي كم واحد جوهم حزن حق الشيخ ابو نواف. تبي الان يشتغلوا عندك؟ بس المشكله بهم الحين. لا يا ابويا الان مو حقين شغل ولا يبوا يشتغلوا. تكفى انا طالبك، ولك 5000 وحق كل واحد منهم 10000، بس ابيهم حالا. حتى لو اديتهم 10000 كلهم يكفوا بلا استثناء، وافقوا. متى يجوك؟ الليله الليله. يا شباب أعرفكم على جوهر مدير القصر. تفضلوا تفضلوا. وقف انت، وين شاك وتدخلهم؟ أنا مدير على القصر ومدير عليك، فاهم؟ وعقابا كلهم يدشون إلا انت لا. لا يا أخي، أنا بطقي مسود في أسود من اليوم، أنا ملك الحزن هنا. مو المشكلة تدش وتطلع ما يشوفك. وهذه لك، تفضل يا الربع تفضل. انجلع اذرف يا أخي، ما تسمعي؟ اذرف. يا كم كنكا اسمع انت يا عدل، ابو نواف يبي اشخاص يدخلون عليه الحزن، ولا راح يصير مصيركم مصير عزوز. واضح؟ واضح. اول شخص راح يدش المقابله كفته. ليه اخترتني انا اول واحد؟ ليه ما اخترت ياسر وعامر؟ شنو تبي ولا طلعك برا؟ لا ابي يلا انجلع. وراه معلق على انجلع مدري عنه. شو معناته؟ ليكون كل مواصخه بس. لا 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 انجل يعني يمشي. ايوه شو اسمك يبا؟ كفته. كفته لا ما باكل. اسمك؟ اسمي كفته. اسمك كفته؟ اكيد امه شاورما. ضحكتك. شن الاسم انت؟ مولود مطعم؟ امس اي الله يرحم امه. شنو مرحبا بو؟ بعدين شو اللي على راسك هذا؟ شنو برج؟ هذا طال عمرك شكش بس القصه مريم فارس. سلام. الله لا يسلمك.
واذن بقى يا جروح ارجوك داويني لا تروح الروح كفى عذابي منك ليه تشقيني كفى عذابي منك ليه تشقيني خذني بك يا جروح ارجوك داويني لا تروح الروح. صراحة صوتك حزين بس وجهك يضحك. اصدق ماسك نفسي غصب، والله ماسك نفسي غصب، وجهك يضحك. جوهر شوف له حل. ابشر طال عمرك. حزين من الشتاء ولا حزين من الظما يا طير، دخيل الريشتين اللي تضفك حل عن عيني. جميل وممتاز أدائك ونبرتك حزينة، انت جوي مبروك. اللي بعده يا جوهر. عامر بن علي، أكره الفلة والوناسة وأحب الكآبة. تشجع أي نادي؟ الأهلي، الأهلي السعودي. الله يعينك، واضح الحزن بعيونك. صيح. وين تروح وين تجي؟ بالغرفة، دائما بالبيت تاكل بالغرفة، ما أطلع ولا أجي. ما تروح مكان؟ إلا أروح العزاء، جوي العزاء. ممتاز ممتاز، إن جوي مبروك. الله يبارك فيك. تفضل طال عمرك. سم ألف 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 مبروك حبايب قلبي، قبولكم بوظيفة محزناتي، بس المطلوب منكم كل واحد صورة شخصية وصورة عن الهوية عشان نكتب العقد. الحين حنا اللي بنوقع العقد ولا هو؟ لا حنا، طورة فرحان أكثر مننا. مدري عنه، بس دقيقة بسأله. الحين أستاذي الوظيفة هذه فيها تأمين طبي؟ طبعاً طبعاً تأمين طبي VIP، سكن ومواصلات وخارج الدوام، حلاقة ببلاش، كوي ببلاش، بس المطلوب منكم طال عمرك نولعها حزن ببيت أبو نواف. طب معك ولاعة؟ حق شنو؟ علشان نولعها ببيت أبو نواف. يا حلوة هذي حلوة عجبتني، تكفى وقف عليها تكفى وقف، يا هذا اللي أبي. أنت اللي اهدى أبوي، وقف. يا ذا القمر اللي علينا تغوي، ما شفت زوله بيبي بين الأزوان، ما شفت زوله بيبي بين الأزوان. شكله يضحك. قم 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 لا يموت، قم قم. عامر ياسر، صمت عمرك. من اللحظة هذه أنتم موظفين عندي هني براتب 5000 ريال. 5000 ريال؟ 5000 ريال شهرياً. ما ترجع بكلامك؟ لا لا ما راح أرجع. مبروكين. كان يا مكان في قديم الزمان، كان في واحد قدح راح لأخوياه فطوقي، بس أخوياه زلايم الزبدة مات. أصبر يا أبوي وراك مستعجل أنت. قول علقتني. لبق السيارة ونزل القدحة. المهم يوم نزل القدحة هو يمشي كذا يمشي ناصر المخيم، أوكي؟ كان عندهم كلب. كلب تعرف الكلب؟ إيه كلب كان عندهم. قول. المهم هجم عليهم. يا أبوي قصتي ولا قصتك؟ خلاص أصبر طيب، لا تصير بثر، أصبر. المهم ويدخل المخيم ويلقاهم ميتين. شلون ماتوا؟ ماكلين شاورما وتسمموا. شلون شاورما بالبر؟ اي صح، ما ينفع شاورما بالبر. طيب اسمع انت، وشلون تبيهم يموتون؟ يا اخي قصتي ولا قصتك؟ شيك صح قصتي. دام في احداث فيها مو حقيقه ومن الخيال، قول احداث هذه القصه غير حقيقيه. احداث هذه القصه غير حقيقيه، اوكي؟ هذا في البدايه. اسف انا. قول كمل وبعدين. المهم انت يعني وش تبي يعني؟ ايه اسمع، وش النظام؟ انا مليت يا اخي، بزر هو بزر ما ينام. جا 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 ايش فيك تحلطم انت وياه؟ انا بيني وبينك مليت يا اخي، خويك ذا ما ينام بسهوله، لازم تزود شوي بالراتب، خلك رجال. زود راتبك بورصه حنا. اسمع انت وياه، هذا شغل لازم تعدونه بصدق وامانه،
وزيدكم من الشعر بيت. باكر الساعة 7 الصبح تكونون هني، لأن عنده موعد مهم بالشركة ويبيكم معاه. الله، 7 الصبح. وين يا أبوي؟ فاتحين فوال حنا. خلاص خلاص أوكي، أبروح أنا أجيب ثوبي وأجي. مع السلامة. السلام. تفضل طال عمرك. تفضل. درب على ترى سلمتين. الجو زين؟ مناسب. الحمد لله. وين الموظفين؟ موجودين طال عمرك. موجودين. مساكين طال عمرك. شو؟ نايمين كل هذا علشان خاطرك طال عمرك. أقول قعدهم يلا قعدهم. على هالخشب. قم قم أنت وياه. حيوشي. أبو نواف. ها؟ أبو نواف صباح الخير. صباح الهم والنكد عليكم وعلى كل الكرة الأرضية. وأنت معنا. ابلش. حقت ذي. أوف أوف، اسمع هذا الخبر يا أبو نواف. يقولك صار حادث سيارتين تصادموا في شارع التخصصي، والسبب قطوة. أم عاد قطوة. إيه. والسيارتين ماتوا. حتى المتجمهرين كلهم ماتوا. أوف 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 أوف. أبو نواف. أبو نواف. ها. شوف شوف شو يقولون. يقولون منظمة الصحة العالمية انتشار مرض خطير أخطر من كورونا، وقد يتسبب بوفاة كل البشر. وحصلوا العلاج؟ ها؟ لا لا، ما لقوا العلاج. إيه ولا راح يقول. إن شاء الله اللي تبي أنت. أهلا وسهلا باللي جاي. يا مرحبا باللي جاي. إيه سلامات. ما بقول له تدبك عندنا هنا. أهدى أهدى من كذا، تفهم ولا ما تفهم؟ الحمد لله على السلامة يا وحشنا. افصل ذا يا ابو نواف، افصل ذا. انت منصور ولي ان شاء الله يا ابو نواف. والله عندي امي وابي وستي وجدي عم رايحين بالبيت. وين بدك تطالعني نزيد؟ راح اسوي لي باب الحارة. انت منصور. ابو نواف سووا له خروج نهائي الحين. لا لا حرام عليك، خروج نهائي عدا 5 دقائق اضافي يستاهل. يا جماعة الخير، تراكم ظلمتوه، ما سوى شيء هو. أبو نواف أفصل ذا. بس أنا ما سويت شيء، وعندي ظروف وعندي اقساط وعندي 5 عيال. عندك 5 عيال، ايش تبي الوظيفة؟ بيع واحد يسوي لك مشروع. أنت معنا واصبر. أنت معنا ضدنا. أهدى 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 يا ورعان. أبو نواف عندي لك حل. من الآخر قفل الشركة. قبل الشركة. حرام عليك يا ابو نواف، وضعي صعب، وين تبيني اروح؟ ما يصير يا ابو نواف، انا زواجي بعد اسبوع. كذا مرتاح؟ الحمد لله، حالي مستقرة. الحمد لله. لا تناظر، لا تناظر، انت مبسوط. العقد اللي وقعناه طول عمر راح يحسن من نوع الشركة، وهيزيد من انتاجية الشركة وكمان من رواتبنا. اهم شيء صحة ابو نواف، تفهم ولا ما تفهم؟ يا اخوي انت ايش تبي؟ مكلمك انا؟ وش تبي من انت؟ زفة 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 زفة. مبروك مسوي تذبة توجهك هنا. أفصل يا ابو نواف. مفصول. ليه مفصول يا ابو نواف؟ يا ابو نواف تكفى، لا تهدم بيتي يا ابو نواف. وش مسوي لك أنا؟ تدري شلون؟ إيه؟ الكل مفصول. ليش يا ابو نواف؟ كل واحد فيهم قاعد يكتب. سلامات. بحراج أنتم بحراج. أهدى أهدى من كذا. تدري شلون يا ابو نواف؟ خربها. فرح الشركة مقفول. يا مرحبا مرحبا، ألف مبروك ألف مبروك. ماشي إن شاء الله يصير خير. مع السلامة. أشوفك حزين ما شاء الله، إن شاء الله المكالمة فيها خبر شيء. هذا صاحبي وصديق عمري، عازمني على عرس ولده الليلة وملزم إني أحضر. أفا، لا حول ولا قوة إلا بالله، زواج؟ أنا خاف إني أروح وتنتكس حالتي، فأبيكم تكونون معاي. أبشر بنا.
اسمعوا يلا يا ربي اسمعوا يا لحظة لحظة انزلوا قبلي امسح المكان عدل عفو عليك ابشر ابشر انا بنزل الحين افلم بهم افتح لي الباب بس يلا امسحها عدل ها عليك عندك فوطة ولا لا عندي شمار سلامات سلامات فرقة شعبية وفلة 20 سنة زواجاتنا كلها عزة والحين فلينها ألف مبروك للعرسان أبو نواف جاي أبيكم الحين لا منا دخل ها توقفون الفلة ولا منا طلع فلوها وتركسوا أوكي وليه وش فيه إيش دخلك أنت الرجال مريض لا منا ضحك أو استانس يغمى عليه خلاص ارجع للزواجات القديمة ولا منا طلع فلوها وتركسوا أوكي أوكي كفو يا رجال السلام عليكم مبروك يا أبو خالد شنو ضاح شارب لبن مبروك يا أبو عبد الله بخر بخر ليش الظاهر يبي تسابقون دق على السعار اخ شرق عطني لبن شويتك انت خربت كل شيء دلوقتي محتاج جرعه كبيره من الحزن علشان يرفع من مستواك ليش يا دكتور حرام عليك يعني ما اقدر افرح ولا اضحك ولا استانس حالي حال خلق الله ليش والله الربع يقطون قطات قاعد امسك نفسي قصم جوهر هذا عنده قطات قطك بالارض يعني دكتور خلاص من اليوم ورايح ما يشوف مسرحيات تكفى يا دكتور تكفى شو لي حل عندي حل احنا ممكن ننقل قلبك مكان قلب واحد تاني بس ده يكلفنا حوالي 50 مليون ريال 50 مليون ريال جوهر بوكك معك؟ نعم يقول لك 50 مليون بوكك معك تشتري كركت زين دكتور ومن هذا الشخص لا يكون انت ضروري يكون حد لطيف ظريف دمه خفيف بالعربي كده يعني مضحكاتي موجود الله يرحمه كان نذل